رافعا لواء محاربة الفساد والفاسدين، يهرب وزير داخلية الصخيرات فتحي باشا آغا إلى الأمام محاولا التنصل من مسؤوليته اتجاه وصول البلد لهذا الوضع. ويحاول باشا آغا بشعارات شعبوية وخطابات صياغة شخصيته الجديدة ضمن حملة انتخابية مبكرة لاستمالة المواطنين وسرقة عقولهم وقلوبهم بما يرفع من شعارات، ولكن فعل عكسها تماما على طول مسيرته منذ عام 2011 وحتى تاريخه. باشا آغا الذي قاد حرب فجر ليبيا وكان عرابها وفق ما هو معروف وأكده سامة الجويلي في إحدى المقابلات التلفزيونية، تلك العملية الإرهابية التي دمرت العملية السياسية وفقا لتقرير خبراء مجلس الأمن سنة 2015، فقد دخلت البلاد بعدها في دوامة من الصراعات كما أحرقت الأخضر واليابس، إضافة أن أصابع الاتهام تشير لضلوعه في عدة عمليات تصفية وقتل واغتيال وبلطجة. ويحظى باشا آغا بدعم تركيا عبر التسليح وجلب المرتزقة، إضافة أنه تربطه علاقة مع الوكالة المركزية والاستخبارات البريطانية مما يدل على عملته للغرب. فمهما حاول رجل تركيا التهرب إلا أن سيرته الإجرامية تبقى غير خفية على الجميع. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.